يشيع الفلسطينيون في هذه الأثناء جثمان الطفل الشهيد ريان سليمان الذي توفي أمس بعد مطاردة قوات الاحتلال له في بلدة تقوع جنوب شرقي بيت لحم. وتجري جنازة للشهيد ريان في حي خربة الدير في بيت لحم بعد صلاة اليوم الجمعة. واستشهد الطفل سليمان صاحب السبعة أعوام عقب مطاردة الاحتلال له ومحاصرته إذ توقف قلبه. من بيت لحم ينضم إلينا مراسلنا فادي العصا. فادي، هل تجري الجنازة الآن؟ رويدة، كما تشاهدين في خلفية الصورة نحن الآن نستعد لخروج الجثمان، الآن جثمان الطفل ريان سليمان 7 سنوات من مسجد البلدة في منطقة تقوع جنوب شرق بيت لحم. وحيث نتواجد الآن هو الشارع الالتفافي الذي يمر من وسط هذه البلدة الذي يسلكه المستوطنون وكذلك جيش الاحتلال. من هذا الشارع كان يتواجد جيش الاحتلال وما زال هو على مقربة من هذا الشارع وفي محيطه. ونلاحظ هنا المواطنين الفلسطينيين يتجمهرون في هذه البلدة لتشييع جثمان هذا الطفل الذي استشهد كما ذكرت المصادر الطبية، يبدو نتيجة الخوف، نتيجة مطاردة جيش الاحتلال لهذا الطفل ولمجموعة من الأطفال كانوا يتواجدون في مدرسة ومن ثم عادوا إلى منزلهم قبل أن يصل جيش الاحتلال إلى هذا المنزل، ومن ثم يقوم بمحاولة الاقتحام لمنزل والد الطفل ريان في بلدة تقوع حيث نتواجد، ما أدى إلى يبدو خوف هذا الطفل وخروجه من وجده ذووه ملقا الأرض. وتم المصادر الطبية تتحدث على الأغلب أنه تعرض لعملية خوف كبيرة كانت من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي. الآن الصورة التي تظهر رويدة أمامك هي لتجمهر المواطنين الفلسطينيين كما ذكرنا الشارع، ومن ثم ننتظر خروج الجثمان من المسجد في هذه القرية أو هذه البلدة، ومن ثم بعد الشارع سنذهب إلى المقبرة التي هي ملاصقة تحديدا لهذا الشارع في وسط بلدة تقوع جنوب شرق مدينة بيت لحم. نلاحظ هنا الهدوء الكبير من مجموعة أطفال كثر، معظم أطفال هذه البلدة يتعرضون لهذا الخوف وهذا الرعب من قبل جنود الاحتلال الذي يتواجد بشكل دائم في هذا الموقع وخاصة في محيط هذا الشارع لحماية المستوطنين الذين يعبرون هذا الشارع من وسط هذه البلدة. نلاحظ المحال التجارية وكذلك أيضا يعني حاجيات الناس تقترب من الشارع الرئيسي الذي بعد قليل أن يخرج هذا الجثمان. لغاية اللحظة الهدوء هو سيد الموقف. جيش الاحتلال يتواجد في محيط هذا تجمع المواطنين الفلسطينيين لغاية غاية هذه اللحظة. لا ندري إذا كان بالفعل هناك سيكون ممكن اقتحام أو ممكن قمع لهذا التشييع الذي سيتم لهذا الطفل، خاصة أن المسجد الذي تم الصلاة عليه وأيضا المقبرة هي في محيط هذا الشارع كما ذكرنا الذي هو أصلا مشقوق من وسط أراضي هذه البلدة. كيف ستكون الصورة بعد دقائق من الآن، خاصة أيضا مع تواجد جيش الاحتلال واستنفاره في أرجاء الضفة الغربية وأيضا شهيد آخر في منطقة قلنديا الذي تم تشييعه وشحام يوم أمس في هذه اللحظات أيضا، كيف سيكون المشهد؟ هذا ما سيجيب عنه الواقع بعد قليل في الضفة الغربية المحتلة وتحديدا في هذه البلدة تقوع جنوب شرق مدينة بيت لحم. في انتظار خروج رويدة الجثمان الآن من المسجد كما نلاحظ الآن في الصورة أمامنا تجمع المواطنين ينتظرون، على الأغلب سينطلق الهتاف، انتهت صلاة الجمعة ومن ثم صلاة الجنازة أو على هذا الطفل. نلاحظ الجميع هنا يعني يشعر بحالة من القلق الشديد على الأطفال وأيضا القلق من تواجد جيش الاحتلال. جيش الاحتلال كما يقول لنا المواطنون يبدو أنه يغلق المنطقة الآن من الجهتين، من جهتي الشارع، لذلك لا يوجد حركة مركبات كبيرة ويوقف يبدو أيضا تحرك المستوطنين الذين يعبرون والذين يعني
يعني يتوجهون إلى مستوطنات مقامة أصلا على أراضي هذه البلدة والبلدات المجاورة لمنطقة تقوع في حيث نتواجد في الجنوب الشرقي من مدينة بيت لحم. هذا الشهيد الطفل طبعا هو يزيد عن 160 شهيدا في أرجاء الضفة الغربية وقطاع غزة منذ بداية العام رويدا، وبالتأكيد سنعود وسنتواصل في الدقائق القليلة المقبلة مع خروج الجثمان الذي نستمع الآن. رويدا يبدو أنه خرج قبل قليل من المسجد، يعني الجثمان أقل من دقيقة يبدو سيكون هنا. نأخذ الصورة من هناك، الآن خرج من المسجد وهو الهتاف ينطلق الآن من المسجد تجاه المقبرة حيث تجمع المواطنين الفلسطينيين. تلاحظي الآن بدأ التجمهر بشكل كبير وهو الجثمان مرفوع بعد الأعلام الفلسطينية. رويدا كما تشاهدين في الشاشة الآن. نعم، الهتاف لهذا الطفل طبعا الذي لم يتجاوز 7 سنوات، وهو حالة من ضمن حالات كثيرة يخشى المواطنون الفلسطينيون في هذه البلدة أن تزيد من اعتداء جيش الاحتلال على الأطفال وعلى طلبة المدارس في هذا الموقع الذي نتواجد فيه. في كل الأحوال هناك كما نلاحظ الأعلام الفصائل الفلسطينية والعلم الفلسطيني، وكذلك أيضا الهتاف لهذا الطفل الريان 7 سنوات الذي على الأغلب كما ذكرت المصادر الطبية أنه استشهد نتيجة توقف قلبه نتيجة الخوف الكبير الذي تعرض له بعد مداهمة جيش الاحتلال لمنزله في هذه الأثناء. نلاحظ في الصورة وصول هذا الجثمان والهتاف الذي يتم الآن، ونستمع إليه مباشرة من منطقة تقوع جنوب شرق بيت لحم وجثمان الشهيد ريان سليمان 7 سنوات. ترفع شعارات هنا إسرائيل قتلت الطفل ريان. نستمع أيضا لهذا الهتاف الآن من هنا من منطقة تقوع إلى جنين في بيت لحم إلى جنين، والهتاف للفلسطينيين بأنه سيكون هناك رد. كما تشاهدين وتستمعين رويدا إلى الهتاف الذي يتم الآن. قبل المواطنين الفلسطينيين في منطقة تقوع جنوب شرق بيت لحم لتشييع جثمان الطفل ريان سليمان، والهتاف الذي يأتي يتقطع الصوت مع مراسلنا فادي قبل جيش الاحتلال على هذه المنطقة، ويبدو أن الأمور نعم رويدا لا أدري إن كنت تسمعينني. نسمعك فادي تفضل. نعم نعم نعم، إذا الهتاف من هنا مرة أخرى يعيد لحمة الشعب الفلسطيني ويعيد لحمة الدم الفلسطيني. الهتاف من قلب ريان الذي توقف يبدو هنا في بلدة تقوع إلى منطقة جنين التي قدمت 4 شهداء. يعود مرة أخرى المشهد كما حدث في الانتفاضات السابقة. يتقطع الصوت للأسف مع مراسلنا فادي العصر، ونحن ننقل مباشرة جنازة الطفل ريان سليمان الذي استشهد بالأمس بعد مطاردته من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة تقوع جنوب شرقي الخليل. ترجح المصادر الطبية بأن قلب الطفل ريان البالغ من العمر 7 سنوات توقف بسبب الرعب الشديد بعد مطاردته من قبل قوات الاحتلال. عفوا، بلدة تقوع تقع جنوب شرق بيت لحم، هذه المنطقة وهي مصدر رأس الطفل ريان.
عاد فادي ليطلعنا على مشهد الجنازة. تفضل فادي. نعم رويدة، إذا كان الصوت واضحا، الآن دخلنا إلى المقبرة كما ذكرنا، ونلاحظ الهتاف من هنا من قلب مدينة بدلت الطقوع في بيت لحم إلى الشهيد. يعني نأخذ هذه الصورة الآن الحصرية للشهيد والهتاف لوالدة الشهيد. إذن رويدة كما استمعنا الآن، هذه جنازة بالفعل تقشعر لها الأبدان نتيجة دفن طفل يبلغ من العمر 7 سنوات يموت خوفا من جيش الاحتلال. كما نستمع إلى الهتاف من هنا من بيت لحم إلى جنين، ويتوحد مرة أخرى الشعب الفلسطيني في مواجهة هذا الاحتلال الذي ما زال يسعى إلى طرد المواطنين الفلسطينيين وحتى يلاحقهم في منازلهم. هنا نلاحظ العدد الكبير من المواطنين الذين يشيعون ويشاركون في تشييع هذا الطفل، الطفل ريان سليمان. فادي، سؤال سريع، يعني هناك إدانة دولية لهذا لمقتل الطفل ريان. الخارجية الأمريكية والمنسق الأممي للسلام في الشرق الأوسط يدعوان إلى تحقيق فوري في استشهاده. هل سيتم دفن الطفل ريان اليوم دون يعني انتظار نتائج التحقيق؟ حقيقة رويدة، كنا في ساعات الصباح في داخل المستشفى، ويعني خرجنا على العربي بتصريح للطبيب الذي كان مشرف على حالة الطفل، يقول ان الفحص الاول الذي انتهى في ساعات منتصف الليلة الماضية يقول ان الطفل لم يكن قد تعرض لاي اصابات سابقة، ولم يكن قد يعني يعاني من اي امراض، وبالتالي حتى انه لم يكن مجروحا او تظهر عليه العلامات لوجوده كيعني اصابة واضحة. يبدو على الأغلب أن الخوف الشديد الذي رفع أحد الهرمونات في جسده كما تقول المصادر الطبية هو الذي أدى إلى هذا الاستشهاد. والمصادر الطبية أيضا الفلسطينية تقول أنها ستنتظر قليلا، وهذا الأمر سيأخذ وقتا، يعني قد يأخذ 2 أو 3 حتى يخرج بتقرير طبي كامل متكامل يظهر ما الذي حدث مع الشهيد الطفل ريان، الذي تقول كل المصادر الطبية وتجمع تقريبا الفلسطينية التي كانت شاهدته أنه على الأغلب مات خوفا. رويدة، تتخيلين المصطلح مات خوفا بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، توقف قلبه وانتقل من بيته إلى المستشفى جثة هامدة كما نلاحظ. وهذا يبدو أن الفلسطينيين هنا لا يهتمون ما الذي سيحدث في المستقبل وكيف ستكون الصورة حتى على الشأن الدولي، لأنهم يعرفون ويعلمون تماما أن لن يكون هناك أي أثر لأي تحرك دولي على حياتهم. قبله شيرين أبو عاقلة، 4 شهداء في منطقة جنين، والشهداء الذين زادوا عن 160 منذ بداية العام في الضفة، القدس وقطاع غزة، وهذا العدد الكبير لم يحرك المجتمع الدولي ساكنا، وبالتالي الفلسطينيون كما نستمع الآن هم يهتفون للرد من قبلهم فقط للمقاومة وللهتاف للمقاومة، والرد سيكون بالمقاومة على أن يكون هناك رد على استشهاد هذا الطفل. نستمع رويدة أيضا مباشرة إلى ما الذي يهتفه الفلسطينيون هنا في تشييع جثمان الطفل ريان.
نلاحظ هنا رويدة أيضا الهتافات التي تخرج مباشرة وقائع جنازة الطفل ريان سليمان الذي استشهد بالأمس بعد مطاردته من قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة تقوع التي تقع جنوب الشرق بيت لحم. بحسب المصادر الطبية الطفل توفي بسبب الخوف، توقف قلبه خوفا بعد مطاردة قوات الاحتلال لمنزل عائلته وهربا من قوات الاحتلال. وجده الشهود العيان ملقاة على الأرض خلف المنزل، منزل عائلته. طبعا حالة من الغضب الشديد والمشاعر الأليمة والحزن تعم هذه البلدة. سمعنا العدد من الهتافات لأهالي البلدة الذين خرجوا وشاركوا في هذه الجنازة، جنازة الطفل ريان الذي يبلغ من العمر 7 سنوات فقط. فادي عصا مراسلنا من بلدة تقوع، شكرا جزيلا لك.